إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرة التقنية. مبدئيا قبل ما أبدأ الحلقة هتبقى طولة سنة، فاللي وراه حاجة أو مش مهتم بهايب تيم من أساسه بلاش تتفرج على الحلقة، واللي مهتم أو يعرف حد مهتم أو عايز يأكد حاجة لمروجين هايب تيم، الفيديو ده انا مش عامل عليه حقوق ملكيه، يعني اي حد ممكن ياخده ورفعه على القناه بتاعته مجانا، انا مش طالب باي حقوق ملكيه عليه، فمفيش مشكله، انا هسمح لك انك انت تاخده تعمل له داونلود وترفعه تاني على قناتك، فبالنسبه لك مش هيبقى فيه اي مشكله. طيب مبدئيا اتكلمت امبارح كده تلات فيديوهات كده تك 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 على موضوع هايب تيم، فاخر فيديو انا اتكلمت على موضوع هايب كورب ان الترخيص بتاعها انا هنكش فيه، فهو قال لك ايه بقى يا عم ده شكله ايه مش راضي تجيبها البر، احنا ايه نخلع بقى بالايه بالغله، فعشان يخلع بالغله او عشان خاطر ينصب في هايب تيم و ار 4 سي اي، قال لك انا هعمل حركه زي اللي عملتها بيكي بي، انزل عرض والعرض ده الناس تقوم تجري عليه فيحصل ان الناس تخش تدفع مبلغ، فيبقى كده ايه قضيت ونطلع بقى ونريح دماغنا من التهزيء اللي كل شويه بناخده فوق دماغنا من الراجل ده. طيب انا هثبت لك دلوقتي ان كل كلام الشيخ حلمبوحة او ليفي كوهين كذب، كل كلامه كذب من الالف الى الياء، وانا ثبتت قبل كده في فيديوهين ووديته وجبته زي ما وريتكم كده في الفيديوهات بتاعت امبارح، خليته حط الترخيص قعدت استفزه يحط ترخيص البريطاني، وبعد ما حطه وعلمت عليه راح شاله تاني عشان خاطر ايه خاف لحسن الناس تتواصل مع الشركه الحقيقيه وتدوروا على قفاه، فانتوا خلوا بالكم من الكلام اللي هقوله دلوقتي عشان خاطر ده اللي الكلام النهائي اللي هبين لكم ان كل كلامه قاله في فويسات او غير فويسات كده، والمنصه دي بتاعته وملكه وبيشوف فيديوهات وبيروح يغير في المنصات على حسب كلامي، فركزوا معايا في الكلام اللي هقوله بالله عليكم عشان خاطر ننهي هذا الموضوع ونشوف حاجات مهمه اهم من الكلام الفاضي ده بتاع الشيخ حلمبوحه. مبدئيا هايب تيم قال لك انها مفتوحه من 2017 في كذا فويس امبارح الناس بتساله، قال لك انها شركه موثوقه اخواني وانها مفتوحه من 2017. يا اخي احمص، يعني عشان بس الناس وقله الادب انا مش عايز اقول الكلمه الثانيه اي 7 اي، فاحنا دلوقتي هنبص على هايب تيم، الراجل بيقول لك مفتوحه من 2017، ادي هايب تيم عشان الناس اللي لسه هتحط فلوس ما تعرفش، الشركة مفتوحة من 13/1/2024 يا معرض، فين 2019 جبتها منين؟ حلمت بيها وانت نايم بالليل ومكنتش مضغط ولا ايه بالظبط؟ ادي تقدر تخش على دومين تولز وتحط الدومين بتاع هايب تيم، هتلاقي كرييتد واشتغل الموقع يوم 3/1/2024، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في حوالي داخلين على شهر 5 بنتكلم في حدود 4 شهور او 5 شهور، يبقى فين حضرتك من 2017 يا معرض يا معرض يا معرض؟ طيب اثبت لو راجل، بما انك انت بتتكسف زي الحريم وما بترضاش تطلع بوشك، اثبت ان المنصه موجوده من 2017، اعمل فيديو وقول احمد علي كذاب وادي المنصه هي موجوده وهذا اثبات انها موجوده من 2017 وهات الموقع بتاعها، هتقول لي كانت شغاله باسم هايب كورب، ماشي يا معرض ادي هايب كورب الموقع اصلا مش موجود، اللي انت بتقول ان الترخيص باسم هايب كورب وانها كانت شغاله هايب كورب، فين هايب كورب؟ طبعا انت ما عندكش رد، والبتاع ده الترخيص اللي انت منزله باسم تيرنس تيرا الشركه الام واللي الحمد لله عرفت اوصل للموقع بتاعها، واخد بالك انت؟ يعني مش هتلحق تهرب ان شاء الله. دلوقتي حضرتك مش هتقدر تعمل انك انت تثبت، اول حاجه انك مش هتقدر تثبت المنصه من 2017 يا كذاب، ومش هتقدر تثبت انها كانت هايب كورب موجوده من 2017 وانها كانت شغاله باسم هايب تيم، ده مبدئيا. خلاص يبقى اول كذبه قالها الشيخ حلمبوحه ان هو من 2017 ما فيش. نيجي بقى للناحيه الثانيه، شركه موثوقه وشغاله وبتنجان وبتاع. طيب شركه هايب تيم اخوانا عشان تبقوا عارفين ان القصه بتاعت شركه هايب تيم، ادي هايب تيم بالظبط، نقفل ده ملوش لازمه، ادي هايب تيم موجود الكود بتاعه ب $199 باسم هايب لاب، حلو حلو
ده خلي بالكم ده تاني اثبات ان هو الراجل ده صاحب المنصه انه كذاب. ادي هايب لاب، خش على هايب لاب، ادي السكريبت اسمه هايب جولد اللي انت منزله على اساس ان اسمه هايب تيم. يا حرامي يا حرامي يا بتاع كوين تيك بتاع منصه تريفيكس وبتاع كل المنصات النصب، ادي اسم هايب تيم، خش على اللوجو اهو عشان ما حدش يقول انت بتتبلى عليه. اسم السكريبت هايب جولد، حلو، وادي هايب جولد اهو، طبعا هو اسمه هنا على البتاع هايب لاب. ادي كل الداتا، نفس الموقع بتاع هايب تيم بالملي، نقش كوبي بيست. اللي عايز بقى اوريهولك، بص يا معلم، الخازوق بقى التاني، انزل هنا انزل هنا انزل هنا، ده سكريبت معمول نظام هايب لاب. ركز في الكلام اللي هقوله لك، مركز. طيب قال له عشان البتاع دي تروح. بص يا معلم، شايف السحبات دي ولا مش شايفها؟ شايفها. بص هنا، ده طبعا سكريبت معمول كده وكده، يعني ده ما فيش عليه ايداعات ولا ما فيش عليه اي حاجه، محطوط اهو يا باشا انه في تم دفع النهار بيوم 22/4 تم دفع $100 وتم سحب $365 بتاريخ 2022. الحاجات دي محطوطه سكريبت. يعني ايه يا عم احمد الكلام ده؟ ايه الكلام؟ ان الحاجات دي بتتحط مانوال مش اوتوماتيك. الموقع يقدر يخش يحط السحوبات والايداعات فيه اوتوماتيك، يلعب فيها. تاني السكريبت بيتيح انه يلعب في السحوبات وفي الداتا اللي انت شايفها. يعني انت ممكن تخش تلاقي ان في ناس عماله تحط فلوس، ممكن يكون اصلا محدش حاطط حاجه، او بيحطوا مبالغ قليله، او بيحطوا مبالغ كبيره، او يبقى موريك ان في سحبات عماله تتم ومفيش حد بيسحب. ده من ضمن الخصائص السوداء اللي موجوده في السكريبت اللي ممكن اي نصاب يلعب بيها. اهو قدامكم، وتقدروا تخشوا وتتفرجوا وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه. ده السكريبت اللي هو السكريبت اهو، visorlab.com سكريبت هايب ديمو. ده ديمو، يعني ده بيوريك الموقع الاصلي الموقع الاصلي هيبقى شغال ازاي. حاطط لك اهو دفعات وحاطط لك سحوبات وهميه عشان يوريك ان قوه السكريبت. يعني اللي انت شايفه هنا ممكن يكون كل وهمي مش حقيقي، ممكن يكون كل وهمي مش حقيقي او بعضه حقيقي، لانه حتى نزل على الجروب بتاعه قال لك يا اخوانا اللي واحد عنده سحوبات بعد اذنكم حطوها. مفيش حد حط سحوبات، واحد بس راح منزل سكرين شوت وقال له ده انا استثمرت وقعدت الاستثمار وتراكمي ومش تراكمي وهيبقى الدنيا معايا فل والدنيا زي الفل. حلو، طيب خلصنا من دي. يعني اول حاجه السكريبت 899، وقول عندك استضافه $150 يا سيدي. الراجل مكلف نفسه بتاع حوالي، قول $350 عشان خاطر $400، يلا خليها علينا. الراجل مكلف نفسه $400، بيعمل الموقع ب $400 وينصب على حضراتكم في الافات، وحضرتك بتخش تصدقه. يجيب لك ترخيص مضروب ويحطه، يجيب لك ناس يقول لك صحبات بتاعه ويقول لك اشتغل يا باشا والدنيا زي الفل. طيب نخلص من دي كمان، نقفل ولا خلي هايب تيم، نقفل الحاجات اللي هي ايه تاني اهو عشان اللي عايز يروح يتاكد. احمد علي لو كذاب انا بجيب لك قدامك صوت وصوره. خش على هايب لاب كومبليت هايب انفستمنت سيستم على كود كانيون، هتخش تقول له لايف بريفيو، هيقوم نقلك على الموقع الرئيسي اللي هو بتاع اللي هي السكريبتات. كل السكريبتات دي بيستخدموها في النصب، شوية المعرضين اللي ما عندهمش بتاع ويتكلم لك يقول لك قال الله وأخي في الإسلام وأخي في البطيخ وهو أصلا ما عندوش ريحة الدم. اتفضل يا سيدي أهو، ماشي، أدي أهو سكريبت فايزر دوت لاب دوت كوم هايب لاب. قشطة يا باشا، يعني الموقع كله ما مكلفش $400 بالسكريبت بالاستضافة. نخلص من دول، نخلص من دول، وأدي أهو تاني هايب كورب معروض للبيع، هايب كورب معروض للبيع وتم حذف الموقع، وهايب كورب ملهاش وجود، واسم الترخيص اللي حاطه الشركه الام او الاساسيه تيرا نستيرا متواجده في كندا حاليا، وملهاش اي صله ولا تعرف اي حاجه عن حاجه اسمها هايب كورب، ولا تعرف اي حاجه عن الاخ زعبولة القلة ده، ولا بيتواصلوا معاه ولا يعرفوه، ومحضر له المفاجاه خلاص. يعني انا بعت لهم من يومين بس عشان هم لسه ما ردوش، هنشوف الدنيا فيها ايه، هبقى ان شاء الله ايه نشوف هذا الموضوع.
طيب يبقى احنا خلصنا من كده هايب تيم والكلام اللي حصل. فنرجع تاني نقول ان امبارح الافندي كعب الغزال اول ما قلت ان انا هحفحفر ورا الترخيص في امريكا، طبعا ده الايميل انا شلت الاسم هلو فولز يعني اهلا يا اغبياء، طبعا هيصدق الكلام الموجود في هايب تيم يبقى غبي وي ار اكسبكتد ومش عارف ايه اكزايتد وبتاع. المهم حاطط هنا بيقول لك ايه 52% ل 68% لو انت دخلت في الخطه دلوقتي، نفس اللي عمله بيكي بي. بيكي بي راح قال لك هتاخده، بس بيكي بي كان دخل بغشم شويه والناس للاسف صدقت. هو عملها بحته ايه حرفانه. بص يا باشا الحرفانه بتاعت النصابين اللي دماغهم معفنه بتعمل ايه؟ اول حاجه هحطط لك نسبه قريبه من النسبه الطبيعيه، قريبه من النسبه الطبيعيه اللي هي ايه؟ لما تيجي تخش هنا الهايب تيم وتيجي على البلانز، فين البلانز؟ بلانز بلانز، هتلاقي ان النسبة هنا 64%. هو حط خد اللي هي المتوسطة دي، قال لك ان النسبة هتبقى من 52 ل 64، نسبة طبيعية يعني شبه طبيعية، اللي هي في خلال شهرين مش هتغريك انك انت تحط فلوس. فيقول لك هي نسبة طبيعية عشان ما شككش الناس، وفي نفس الوقت مش هيبقى مطالب ان هو يدفع لك ارباح اعلى لو انت بتسحب، فيفضل مطول سنه لو الدنيا ايه لطشت معاه يخلع، ما لطشتش هيقعد له كمان اسبوعين ثلاثه يعملوا فيه 10 20,000 دولار واتكل على الله يروح بيتهم. طيب مبدئيا لو انت عملت هنا النسبه، هو خد هنا 52 قال لك من 52 ل 64، فلازم يديك حتى ايه كده اللي هو ايه بقى الطعم بتاع الجبن بتاع الفرع عشان يقوم سحبك ودخلك المصادر ويخليك تدفع. بعت لك في الرساله بقى جميل الملامح ايه؟ بيقول لك لو انت دخلت ب 10,000 دولار يا عم الحاج احنا ناس طيبين وهنديك واحد بيتكوين، عندك فرصه انك انت تكسب في واحد بيتكوين انكريس 270%. يعني بيقول لك لو انت من الناس اللي هتودع 10,000 دولار عندك فرصه 70% اكبر انك انت تكسب البيتكوين. طب هل هو بيتكوين ولا اكتر من بيتكوين؟ البيتكوين ب 63,000، والمنصه شاكب راكب كده بالناس اللي دخلت عليها، بالنصاب اللي حاطط فلوسه فيها اللي هي اصلا وهميه وما الى ذلك. هو حضرتك هيديك واحد بيتكوين مفيش غيره، يعني هي المسابقه واحد بيتكوين مفيش اكتر من كده. وطبعا واحد بيتكوين مش هيديهولك لان المنصه كلها لغايه دلوقتي لو لما بتاع حوالي مثلا قول 70,000 بالكتير، فهو مش هيروح يطير لك نص الفلوس اللي كسبها، ده غير طبعا الصحوبات اللي هي الناس بتاخدها، فمش هيروح يطير الربح بتاعه. فواحد بيتكوين ده اركنه على جنب مفيش. ده غير بقى انه هو عامل حاجه تاني، حاطط ربح عالي للخطط التراكميه. الخطط التراكميه يا حبيب قلبي انا راجل قلب عليك، ما تسحبش فلوسك وخليك معايا، وانت كل ما تفضل معايا فلوسك بايه؟ بتزيد. وطبعا الكلام ده عند المتتح اللي هو ايه؟ حضرتك هتسيب فلوسك على اساس انك انت في الاخر هتاخد مبلغ محترم، هتقوم رايح مع الريح. زي شركة أو موقع أرب ليفرج لما كان أول ما بدأ قال لك إحنا هناخد اللي هيدفع 1000 دولار هياخدها 50,000 في آخر السنة، وأنا ساعتها كنت متشكك في الخطة دي وللأسف دعمتهم في الأول قبل ما أفهم الدنيا فيها إيه، ولما فهمت قلت لكم خلوا بالكم الناس دي نصابة، ومسكتهم بعد كده أبو فراس وأبو نوفا وكل الناس اللي مشيت بعد كده في هذا الطريق، فضلت وراهم لغاية ما جبت أجلهم زي ما هجيب أجل الأفندي ده إن شاء الله. انك انت تعمل خطه تراكميه، انا بفهمكم كل حاجه اهو على ابيض عشان يبقى ايه مفيش حد مش فاهم. اولا مستحيل ان الموقع يدفع واحد بيتكوين، وحتى لو تم وقال لك تم ان واحد فاز بيتكوين انت مش هتعرف اليه الفوز ايه. يعني ممكن يقول لك مثلا ان احمد المبرمج كسب، احمد المبرمج ده تبعهم وهو اللي كسب، هو اللي خد الواحد بتاع ده الواحد بيتكوين، ويقول لك تم التسليم ويجيب لك سكرين شوت يقول لك اهو استلمه. انت شفت حاجه؟ هل انت تقدر تعرف المصداقيه؟ اذا كان اصلا المنصه دي ام ميتين مصداقيتها مشكوك فيها، من مشكوك في اللي بيروج لها، مشكوك في الموقع، مشكوك في الترخيص، مشكوك في كل حاجه، وبيلعبوا وانا عمال واخدهم كده كره راح جاي. فهل هو هيديك واحد بيتكوين؟ قسما بالله ما يحصل، ولا انا ما فهمش حاجه اروح ابيع بطاطا. هو اللي هيدي واحد بيتكوين، ولو حتى طلع ان في واحد بيتكوين هيطلع واحد بيتكوين ويقول لك ده فلان اللي كسبه. بس هو المشكله مش في كده، المشكله ان هو بيسرع الوقت دلوقتي عشان موضوع الترخيص
اللي عليه، لان فيها حاجه اسمها انتهاك علامه تجاريه، وفيها قضيه هتترفع في امريكا، وامريكا في انتهاك العلامه التجاريه او بريطانيا ما بيسموش، دي فيها قضايا دوليه وفيها تحكيم دولي وفيها حاجه كده، حاجات حلوه لو هو في المريخ هيتجاب. ده غير طبعا ان هو نصب، بس هم امريكا مالهاش دعوه، انت معلش في الكلمه دخلت على الموقع واتنصب عليك، هو في امريكا مالهاش دعوه بيك، انت مع نفسك بقى، شوف مين اللي نصب عليك وروح دور، انا ماليش دعوه. لكن استغلال العلامه التجاريه، الاسم بتاع هايب كورب، الترخيص اللي امريكا سايباه على الموقع الرسمي بتاعها، هو ده اللي بيزعل امريكا ويزعل بريطانيا. لا تعالى يا عم الحاج، تعالى انت ازاي تستغل علامه تجاريه انا مديها ترخيص كحكومه امريكيه، وتيجي تحطه في موقع عندك وتقول انه ملكك عشان خاطر تنصب بيه؟ لا تعالى ده هنفخك. فنرجع تاني للموضوع، يبقى انت اول حاجه عندك موضوع البيتكوين، اكسب واحد بيتكوين بلح، عندك موضوع انك انت سحب الرجل التانية، هو عايز يسحب حاجتين، يسحب الايداعات الصغيره اللي هي في الخطط، في الخطه الاولى اللي هي الحد بتاعها 52% مكسب، هو عايز يسحبها عشان خاطر ايه؟ يقول لك لا انا ممكن اكسب اللي هي لغايه 68%، فيقوم داخلين يزودوا الايداعات الصغيره، وعايز يسحب الطبقه المتوسطه او الخطه المتوسطه اللي هي بتبتدي من 5000 جنيه، انه يخليه يخش ب 10، عشان قال يعني انت يا واد هتكسب البيتكوين، واحد بيتكوين، واحد بيتكوين اللي هتكسبه، واحد بيتكوين اذا كان الموقع كله على بعضه لمملو بتاع حوالي 70,000، انت هتدي له هتدي هتدي نص ارباح، وانت عايز ليه تدي واحد بيتكوين اساسا؟ انت راجل الشركه استثماريه ولا جمعيه خيريه؟ يعني انت هتدي ليه واحد بيتكوين؟ ما انت هتدي واحد بيتكوين عايز، يبقى عايز الايداعات تزيد، وعايز الايداعات تزيد يبقى انت كده حرامي، بس خلصت. فاي حد شغال في موقع استثماري طالما هتدي بيتكوين يبقى انت حرامي. ليه؟ لما تيجي مثلا حتى باينانس اكبر منصه، لما بتيجي تخش تقول لك ريد باكت، تقول لك خش اكسب، بيكسبك جزء من السنت، يعني بيكسبك مثلا 15 سنت 3 سنت 4 سنت، مش بيكسبك واحد بيتكوين. فاهمين الكلام؟ ليه؟ الناس دي فاتحه منصات تجاريه، مش فاتحه بتاع ده سبيل او منصات بتاع ده يقول لك خد فلوسي، مفيش الكلام ده. ما هو لو مش بيكسب او مش هيكسب يبقى مش لازم يفضل فاتح، وهو مش بيكسب لانه اصلا مش بيتداول. نقطه تاني برضو حابب ان انا اوريها، خش برضو من ضمن العك، شايفين الناس دول اللي هم المفروض ان الناس بيقول لك احنا اشتغلنا والشركه زي الفل والدنيا تمام، هم الناس دي موجوده على السكريبت، دول نازلين مع السكريبت كده جاهزين، يعني الريفيوز دي مضروبه نازله مع السكريبت بتاع الموقع اللي هو جاي الاساسي، يعني دول ما لعبش فيهم الراجل. هتلاقي جون دو انديا، هتلاقي نفس الشكل، هتلاقي البت دي لما تخش تشوف السكريبت اللي هو زي ما قلت لك، هتخش تشوف السكريبت اللي هو معمول ديمو، هتلاقي كل الداتا بكل حاجه زي ما هي، هو بس شال حاجات زي رقم التليفون، موقع المكان، الحاجات دي هي اللي بدل فيها بس، لكن الريفيوهات دي كلها مزيفه، ده من ضمن العك اللي موجود على الموقع. فانت بعد اذن سيادتك، بعد الكلام ده كله، يجي واحد يقول لك قال الله وقال الرسول وانا اضمنكم وانا بتاع، وبيه كلام ينصب عليك، يبقى انت معلش تستاهل النصب عليك. سبقوا ابو نوفا وسبقوا ناس كتير وكانوا بيحلفوا ويقسموا واموالكم في رقبتي وقسما بالله، اي حد تلاقيه عمال يحلف كتير اعرف انه ابن ما فيش داعي. اي حد تشوفه عمال يحلف كتير ده بقى اللي بيغيظني، الناس اللي بتستخدم الدين عشان خاطر تكسب تعاطف الناس باسم النصب، ويحلف على مصحف ويقول لك قسما بالله انا ماليا اي فايده غير ان انا بخدم المسلمين. مسلمين اللي بتخدمهم؟ مسلمين اللي بتخدمهم من اولاد العرض؟ مسلمين ايه؟ ده انتوا ولاد 60,000 بوبي. انا قسما بالله اللي طولنا لابيكم اطيرها بالقانون برضو، يعني مش عشان خلينا ماشيين الناس تقول ده كذا، لا بالقانون. انتوا دلوقتي تيجوا تستغلوا الدين وتتكلموا وبتاع وتكرهوا الناس في اللي قال الله وقال الرسول، فعلا انتوا مالكم؟ انتوا بتربطوا ليه الاستثمار بالدين؟ لما حد يقول لك حلال، ده انت لما بيقول لكم حلال حرام بتقول له حلال بناء على ايه؟ اذا كنت انت النصاب صاحب الموقع بتقول له حلال ايه؟ ده انت مش هتتحرف في جهنم، ده انت يا اخي ابو لهب عنده شرف عنك. طيب يبقى احنا اتكلمنا،
يبقى خلصنا كده. ادي يا سيدي عرفت، ادي المنصه مفيش 2017 موضوع البيتكوين نفس فكره بيكي بي، عايز يسحب ايداعات عشان خلاص هو هيقفل، خايف بعد الفيديو بتاع امبارح لما قلت ان انا هتوصل للشركه عشان خاطر العلامه التجاريه. الله ده انا هنفخك، بس اصبر، ده انت امك داعي عليك، عشان كده ربنا فتحها معايا، كل ما امشي في سكه بتوصل في ثواني بوصل لها. المهم فالراجل خايف، فبعد الفيديو بتاعي قال لك انا الراجل ده عامل لي صداع، وانا مش هفضل بقى ايه، مش جايب همها، مش قد القرشين اللي هنصبهم في الاخر، فانا اعمل ايه؟ اعمل زي بيكي بي اطلع. راح الافندي عمل فيديو على بيكي بي امبارح عشان يلم مشاهدات ويجيب ناس داخله على الجروب عنده، الناس وكل شويه يقوم داخل الحق الفيديو، اصل المنصه حلوه، اصل المنصه بسمسم، اصل مش عارف ايه، عشان يخلي الناس تخش تشترك عنه، والناس اصلا ضايعه فلوسها في بيكي بي ومش فايقه لك يا حبيبي. الناس انت فاكر بتوع بيكي بي لما يخشوا عندك هيروحوا ويقول لك اتفضل، يطلعوا من جيبهم ويقول لك اتفضل، ده لسه منصوب عليهم، لسه منصوب عليهم، واللي عايز يعوض وبتاع هيجرب في حاجه بسيطه انه مش هيبقى ضامنك برضه. فانت حركتك امبارح يعني نص لبه، اه انت بتشغل دماغك في النصب يمين وشمال، بس مش معايا كل حركه انت بتعملها، انا قلت لك كل سكريبت، كل كلمه بتتسجل عندي، كل حاجه انت بتعملها انا عارف انت بتعمل ايه وهتعمله ليه وبتعمله ازاي. حضرتك خلاص نويت انك انت تقفل المنصه، رحت قلت اعمل زي بيكي بي، انزل عرض اخلي كام واحد يخش يحط ايداعات كتير واقوم اقول لهم بالسلامه واتكل على الله. طبعا المنصه مجرد ما هتبقى فيه دفعات هيوقف السحب فيما بعد، وبعد كده ما كانش موقف السحب دلوقتي يعني، انا في ناس بتقول لي انا السحوبات واقفه، بس انا الله اعلم، انا مش مشترك في المنصه ولا ولا بتداول ولا بعمل، بيقول لي المنصه موقفه السحب ومش عارف اخد حق ولا باطل مع الدعم، ويقول لك اصل الزر بتاع اعاده تفعيل الباقه مش عارف ايه والكلام ده كله، انا ما اعرفش، اللي اعرفه انا بتكلم فيه، اللي ما اعرفوش انا ما شفتش من جوه بتاعه انا ما بتكلمش. قلت للناس، قلت لهم الراجل نصب عليكم روحوا اعملوا بتاع ده، اعملوا بلاغات بس. فدلوقتي نرجع تاني اخر عشان الوقت، انا كده طولت وفهمتكم كل حاجه من الالف الى الياء، واتمنى ان يكون ده اخر فيديو ان شاء الله عن المنصه الزباله دي. بس هي الفكره ان انا زي ما قلت لكم، كل ما بعمل حاجه بلاقي خد رد فعل فبقوم مديله الثانيه، اللي هو انت عايز تلعب، طب تعالى نلعب بقى، تعالى اوديك واجيبك. فهو اخر حاجه امبارح نزل العرض بتاع الوان بيتكوين، وان بيتكوين ده هو مستحيل يدفع وان بيتكوين، ولو حصل وقال لك تم فلان كسب اعرف ان هو تبعه، مش هيبقى حد من الناس المشتركه نهائيا في المنصه، هيبقى حد تبعه، وكل الموجودين على المنصه عرب، مفيش اجانب، ومحدش شرح المنصه غير، نرجع نقول تاني عشان الناس ما شافتش الفيديو، محدش شرح المنصه غيره، والناس اللي بتاخد 20 دولار و10 دولار في ناس بتروح تنشر الفيديوهات وبيرجع المنصه تقول له لا انت غير مستوفي الشروط، اللي هو يعني بعد ما بينشر الفيديوهات بيضحكوا عليه. فالمنصه في الرمق الاخير، حضرتك طالما نزل مسابقة وعايز يرفع النسبة أو يوهمك إن النسبة هتبقى عالية سنة عن الطبيعي عشان خاطر تخش وتعمل إيداعات، هو زي ما قلت لك بيستغل عايز الإيداعات الصغيرة تخش طمعا في النسبة هتبقى أعلى سنة، وعايز الإيداعات اللي هي المتوسطة يخش برضه طمعا في إنه يكسب الوان بيتكوين، فمعلش الدماغ دي مش نظيفة يعني، مش حلوة، حركتك مفقوشة لأي حد عنده بربع جنيه مخ. والمنصة ملهاش وجود، والمنصة ملهاش ترخيص، والمنصة مش من 2017، واثبت عكس كلامي. أنت كل كلامك هذا مريض نفسي، هذا يريد أن يطعنني في ظهري، هذا طعني بالشرنبوخ في الترنولي، كل الكلام ده حبيبي أنت ما ردتش على ولا كلمة أنا اتهمتك بيها، ولا طلعت بوشك. يعني أنت عمال تلف وتيجي وأخي في الإسلام وأنا كلمته بالذوق، أنا نفس أبو نوفا، نفس كل ما واحد نصاب يقوم مزنوق يفضل يقول لك اصل هو زعلان مني، اصل هو مريض، اصل هو بيهاجمني مما لا شيء، وفي الاخر تلف الدنيا وانت بتختفي وانا اللي قرات عليه مسرات التقنيه هي مكمله، سبحان الله. كل نصاب بتكلم عليه بيختفي. اي كابيتال اللي اتكلمت عليه اختفى. اي نصاب اتكلمت عليه ابو نوفا اختفى. اي حد بتكلم عليه بيختفي. ما هو لو انا طلعت غلط انا اللي هختفي، مش هيبقى ليا انا اتكلم تاني، لكن اللي انا بتكلم عليه وبمسكه هو اللي بيختفي.
فكفايه كده عشان الوقت. طبعا الفيديو تاني اللي ما شافش الفيديو كان من اوله، حضرتك تقدر تنزل الفيديو ده تنشره عندك، تقدر تعمل له شير، تقدر تعمل له اي حاجه. اي حد تعرفه عايز يسجل في هايب تيم وبيقول لك انا عايز اسجل في هايب تيم وايه رايك، خد الفيديو وابعته له هديه مني ليه. وخش والمواقع انا بشرحها وبقول اسم الموقع وبسجل لايف، ما بقطعش ولا ثانيه وما بتكلمش من سكريبتات مجهزه. تقدر تتاكد من كلامي بنفسك، مش متاكد انت حر. لكن اذا كان الشيخ حلنبوحة مش هيعرف يثبت عكس كلامي اشوفه، يعني انا اشوف الشيخ حلنبوحة هيعرف يثبت عكس كلامي ان المنصه من 2017 والكلام اللي عمال يقول عليه في الصوتيات للناس اللي داخله اتنصب عليها من بكبير عنده في الجروب وعمال يشتغلهم. لا معلش، ما مش يبقى موت وخراب ديار. انت مش الناس تبقى لسه طالعه من المصيبه وانت عايز تستفيد تلحقهم عشان يتكلوا على الله. تاني، اي حد عايز ياخد الفيديو ينشره يعمل اعاده نشر ينزله يرفعه على الفيسبوك يرفعه في اي حته براحتكم، بس بلاش يعني ايه يعني تاخده زي ما هو، ما تقطعش منه، ما تكتبش حاجه عليه، ما تزودش عليه عشان يبقى الحق حق. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.